بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحل بكالوريا لشعبة آداب أي 2016، الموضوع الأول. التمرين الثالث دالة تناظري، نص التمرين على 8 نقاط. لتكن F دالة معرفة على المجا من ناقص لا نهاية إلى ناقص واحد، اتحاد من ناقص واحد إلى زائد لا نهاية. بالعبارة f لـ x تساوي 4 ناقص x على x زائد 1. لاحظ أنه في المقام لدينا x زائد الواحد. قلنا في المقام لدينا x زائد 1، أي لازم أن هنا المقام يكون يختلف عن الصفر، أي x زائد الواحد تختلف عن الصفر، ومنه x تختلف عن الناقص 1. إذا الناقص 1 هذه قيمة ممنوعة في المقام، قيمة ممنوعة. على ذلك جاء مجال التعريف من ناقص لا نهاية ناقص واحد، لاحظ، من بعد اتحاد حتى ناقص واحد إلى زائد لا نهاية. سي اف المنحنى البياني الممثل للدالة اف على سموه سي اف. سي اف نسبة سي إلى الكلمة الفرنسية كورب، لا كورب، المنحنى اف، المنحنى تاع الدالة اف. لو داروا لنا هنا جي، كون قالوا لنا جي لتاكل جي الدالة، ديروا سي لي جي، هذا ما كان. نواصل. قلنا سي اف المنحنى البياني الممثل للدالة اف في المستوى المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس او اي جي. السؤال الاول فيه قسمين الف وباء. الف المطلوب منا حساب النهايات عند اطراف مجال التعريف، اي عند ناقص لا نهاية وزائد لا نهاية وعند ناقص واحد على اليسار، اي منا عن جهة القيم الصغرى على اليسار، وعند الناقص الواحد على اليمين من جهة القيم الكبرى، هكذا. با طلبوا منا استنتاج أن المنحنى سي اف يقبل مستقيمين مقاربين، يطلب تعيين معادلة لكل منهما. هنا عندك يا مستقيم مقارب عمودي، مستقيم مقارب مائل، وسنرى هذا. نواصل. اثنان طلبوا منا دراسة اتجاه تغير الدالة، هنا نحسب المشتقات ثم نشكل جدول تغيراتها. ثالثا قالك بين أن المنحنى سي اف يقبل مماسين تي واحد وتي اثنين. هنا راح تكون عندنا معادلة من دار، أي معادلة عندها لها حلين، تي واحد تي اثنين لها حلين، معامل توجيه كل منهما ناقص خمسة، يطلب تعيين معادلة لكل منهما. سهلة، ما تخيرش، كامل هذه الأسئلة سهلة، يعني تبعني. كون يجيك تمرين كما هذا تجيب 8 على 8 ان شاء الله. ومن بعد رابعا واخيرا طلبوا منا انشاء المماسين تي واحد وتي اثنين، يعني بعد ما استخرج المعادله تاعهم اكراك تساوي كذا، ها هكذا تي واحد هكذا تساوي كذا، قلنا نحسب كذلك المعادله تاع المماس تي اثنين هكذا اكراك تساوي، ومن بعد من هذه المعادله اللي نسيبوها تكون على شكل ا اكس زائد بي، هذه كذلك تكون على الشكل AX زائد B. نرسم المماسين، نديروا معلم نرسم مماسين، ومن بعد نرسم المنحنى. يعني راح نشوف هذا كامل وكلهم إن شاء الله سهلين، ما هم صعاب. قلت نبدأ بألف، أي السؤال الأول. ألف حساب النهايات، أي ليميت، لاحظ ليميت F لX لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية تساوي. فالنوع تاع الدوال هذه، لاحظ، ندو الحد ذو أكبر أس في المقام، في البسط على الحد ذو أكبر أس في المقام، أي ناقص إكس على إكس، هذا واش ندو، تحكم ناقص إكس على إكس، أي تولي لنا ليميت هكذا بين قوسين ناقص إكس على إكس لما إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية ومنه تساوي. نختزل هذا الناقص إكس مع الإكس، واش يكون عندنا؟ راح يكون عندنا ناقص واحد هكذا. ليميت أف لإكس لما إكس يؤول إلى زائد لا نهاية، نفس الشيء نفس الشيء. لاحظ لما يكون عندك هذا النوع تاع الدوال، اي الدوال تناظري، هذا دالة تناظرية، ليميت اللي تصيبها في النقص، الناتجة اللي تصيبها في نقص لا نهاية عندما اكس يؤول الى نقص لا نهاية، راح تصيبها في زائد لا نهاية، يعني
عند ناقص لا نهاية وعند زائد لا نهاية تصيب نفس النتيجة، نصيبو نفس النتيجة اللي تصيبها في هذه تصيبها في الأخرى، نشوفو كيفاش. إذن واش تكتب نفس الشيء ليميت ناقص إكس على إكس هكذا لما إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية تساوي الناقص واحد، نفس الشيء. إذن بقات لنا ليميت اف إكس لما إكس يؤول إلى ناقص الواحد على اليسار، أي ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى الواحد على اليسار تساوي، نزيد نكتب هنا ليميت هكا دير في ورقة الإجابة دير هكذا، ليميت اف لإكس لما إكس يؤول أي القيم الصغرى وهنا القيم الكبرى أي على اليمين تساوي، لاحظ دير هكذا ودير هكذا. كي نديرو هذا الواحد في البسط، كي نعوضو هذا الواحد هنا في البسط، يعني وين في إكس زائد واحد، عندنا في المقام عفوا إكس زائد واحد، إكس زائد الواحد عفوا هنا ناقص واحد، عفوا هنا لما إكس تؤول إلى ناقص الواحد، عفوا هنا ناقص واحد أنه ناقص واحد، أنا درت واحد ناقص الواحد. لاحظ هنا لما إكس تؤول إلى ناقص الواحد، لو نديرو ناقص واحد هنا وزائد الواحد واش تعطينا؟ تعطينا الصفر. إذا نجي هنا ندير الصفر وهنا الصفر، لكن ما على باليش هل صفر سالب أم صفر موجب، ما على باليش صفر بنا سالب أم صفر موجب، خليها. نروح نعوض هذاك ناقص الواحد في البسط، عندي ربعة ناقص إكس، ربعة ناقص إكس أي تولي لي ربعة ناقص في مكان إكس ندير هذاك ناقص الواحد، واش تولي لي؟ عندنا ربعة ناقص ناقص واحد، يعني ربعة ناقص مع ناقص زائد زائد الواحد تساوي الخمسة، نحكم هذه الخمسة نحطها هنا خمسة خمسة. لاحظ عندما إكس تؤول إلى عدد نعوضوا العدد هذاك في الدالة، نعوضوا في البسط وفي المقام، أما عندما تؤول إلى زائد لا نهاية لا، لنديروا الطريقة هذه، الطريقة هذه ماشي كيف كيف ما تغلطوش. الآن عندي خمسة خمسة، قالي حاجة واحدة نعرفها واش من صفر هذا الزائد أو الناقص في المقام، واش عندي؟ لاحظ عندي إكس والمقام عندي إكس زائد واحد ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، شوفوا الإشارة تاعها كاين القيمة الممنوعة هي الناقص الواحد هي اللي تعدم هذا، إذا هنا دالة تألفية أي عكس إشارة أ، أ هنا موجب لأنه واحد إكس موجب، عكس إشارة أ إشارة أ. إذا هنا عندي من الجهة هذه على اليسار أي القيم الصغيرة عندي صفر ناقص يتبع هذا الإشارة، وهنا على اليمين القيم الكبيرة أي عندي صفر زائد يتبع الإشارة هذه. إذا واش نجي ندير؟ نجي لورقة الإجابة تاعي ندير هنا منا عندي ناقص ومنا عندي زائد هكا يساوي، يساوي على بالي باللي في النهايات عدد على صفر، عدد على صفر ناقص أو صفر زائد يعطينا لا نهاية، أحفظها هذه عدد. المهم في الدول التناظرية هكا راح تخرج الكيمة هكا قاعد دول تناظرية يتشافوا هكا لا نهاية. الآن بقولي الإشارات هنا عندي زائد خمسة على الناقص، زائد على الناقص تعطيني الناقص، وهنا الزائد على الزائد تعطيني زائد، هكذا الجواب في ورقة الإجابة تاعك، هذه هي الإجابة تاعك في ورقة الإجابة هكذا ما تخلطش، الباقي في المسودة تخلطش بين المسودة. الآن سؤال ب طلبوا منا استنتاج أن المنحنى سي اف يقبل مستقيمين مقاربين يطلب تعيين معادلة لكل منهما، كنا عرفنا في الدرس أنه أي قاعدة واش تقول أنه ليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى أ يعني يؤول إلى عدد ونصيبه لا نهاية يعني سواء زائد أو ناقص نصيبه لا نهاية، في هذه الحالة
في هذه الحالة هنا، هنا عندنا مستقيم مقارب عمودي معادلته إكس يساوي الأ، وعندنا كذلك هذو جوج قواعد نحفظهم. ليميت اف لإكس لما إكس تؤول إلى لا نهاية سواء زائد أو ناقص تعطينا عدد هكذا، تعطينا بعدد. لهنا في هذه الحالة، هنا سي اف يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته إيكغيك تساوي البي. إذا هنا عندي وين راهي اللي تشبه لهذه وين راهي اللي تشبه لهذه. هنا لاحظ لما إكس يؤول إلى لا نهاية للزوج هذو وصبنا عدد، لاحظ لما إكس يؤول إلى لا نهاية ومن بعد وصبنا عدد، ها هو العدد. هاي لما إكس يؤول إلى لا نهاية وصبنا عدد، إذا هنا مستقيم مقارب أفقي معادلته إكغيك تساوي بي، واش نكتب باش نجاوب في ورقة الإجابة؟ با تكتب له نستنتج أن ماذا؟ أي سي اف، شكون هو سي اف؟ هذا المنحنى، يعني عليه سموه سي، نسبة إلى الكلمة الفرنسية كورب، لا كورب المنحنى، و اف هي الدالة، يعني لا كورب تاع اف. كون عندنا الدالة قالوا لنا مثلا جي لي اكس تساوي، يقول لك سي لي جي، هذا مكان لا كورب تاع اف، لا كورب تاع جي، لا كورب تاع اش، لا كورب. هذا واش نقصدو بكلمة سي لي اف؟ سي تين كورب، اي منحنى. سي اف يقبل، ماذا؟ يقبل مستقيم، في الاول صمناه مقارب، أفقي، أفقي يعني ما معنى أفقي؟ يعني كي عندنا المعلم هكذا، سي اف يقبل مستقيم أفقي ناقص واحد، ها واش نقصدو بها أفقي؟ معادلته ولا ذو المعادلة كما تحب، معادلته إكغيك تساوي ناقص واحد. على إكغيك تساوي بي، وهنا صبنا ناقص واحد في مكان البي، هذا مكان إكغيك تساوي ناقص واحد. برك كي تكون هنا هذا الناقص واحد، لماذا؟ لأنه هنا قلنا تؤول إلى ناقص لا نهاية وزائد لا نهاية، نزيدو كلمة قولوا بجوار، هكذا ناقص لا نهاية وزائد لا نهاية، أشياء إنسان كلما حل، كلما يدرب على حلول البكالوريا السابقة يوالف هذا خلاص. ويقبل، مستقيم مقارب آخر، وشن هو؟ هنشوفه هذه الأولى وخلاص كملنا معها. شوفوا لهنا لما إكس يؤول إلى عدد تعطينا لا نهاية، نفس الشيء بالنسبة لهذه. لما إكس يؤول إلى أ إلى عدد تعطينا لا نهاية، هنا واش يقبل؟ مستقيم مقارب عمودي معادلته إكس يساوي أ، يعني الأ اللي قدام الإكس يجي لهنا، يعني هنا مستقيم مقارب عمودي معادلته إكس يساوي ناقص واحد، ها هي هذا مكان. إذا ها لاحظ باللي أمور سهلة، تقدر تجيب 8 على 8 عادي. إكس قلنا مستقيم مقارب عمودي، معادلته، إكس يساوي ناقص واحد. أنا ما دير لا بجوار كذا ولا هم يحزنوا، ما دير والو غير هذه اللي دير لها بجوار. واش نقصدو بهذا عمودي؟ إكس يساوي ناقص الواحد، ها هي إكس يساوي ناقص الواحد، هاو ناقص الواحد، ها هو، ها يولي عندنا هذا إكس يساوي ناقص الواحد، وهذا إكغيك يساوي ناقص الواحد، لأن الأو هاي وراهي، ها هو المعلم تاعنا، ها هي باينة. إذا السؤال الأول كي تجاوب عليه صحيح يجي المصحح هكذا يدلك
هذا تلميذ شاطر، تلميذة ما شاء الله، يعطيك هنا 1.5، هذه 1.5، هذه عندك عليها نقطة، يعني هذه التصحيح تاع التصحيح الوزاري، يعني هكذا خليني نقول لكم في التصحيح الوزاري كيفاش كانت النقاط، كيفاش وضعت النقاط في البكالوريا. السؤال الثاني، طلبوا منا دراسة اتجاه تغير الدالة F ثم تشكيل جدول تغيراتها. ما معنى دراسة اتجاه تغير الدالة F؟ لاحظ واش نقصدو بدراسة اتجاه تغير الدالة. ديروا الضرب باش ما درناش هذه لهذه. السؤال الثاني، كيقول لك دراسة اتجاه تغير الدالة مباشرة روح احسب بالمشتقة. هنا عندنا الدالة تاعنا راهي على الشكل اي على في، اي على في، ها يعني عبارة على عبارة، دالة على دالة، صح. المشتقة تاع هذه يساوي ماذا؟ تحكم المقام هذا تحطه من تحت، في مربع حط المقام من تحت وبعد الفوق، مشتق تاع البسط في المشتق تاع المقام ناقص المشتق تاع المقام في البسط، مشتق تاع البسط في المقام ناقص المشتق تاع البسط المقام في البسط. هذه تحفظ، هي سهلة. أنا نقوله التمرين تاعنا، عندنا اف فتحة لي اكس، نحكمه المقام اللي هو اكس زائد واحد، ها هو اكس زائد واحد، نحطوه، نجيبو الدالة هذيك نحطوها كاملة، جبنا الدالة حطيناها لهم بما نتعبوش، نحكمو هذا المقام، احكمو حطوه هنا لتحت زائد واحد، دلو مربع وخليه، كادنيه وخليه. عندنا مشتق ومن بعد واش دير، شو واش دير، احكم المشتق تاع، دير المشتق تاع البسط اي اي فتحة واش تساوي، يعني في المسودة هذه، عفوا ندير هكا، شو كي ندير بالاخضر دير المسودة، اي فتحة واش تساوي، 4 ناقص اكس، 4 ناقص اكس ناقص اكس، يعني الربعة صفر مشتق تاعها ناقص اكس، يروح الاكس ويبقى اللي ورا الاكس اللي هو واحد، يعني تولي ناقص واحد. المشتق تاع المقام يعني في فتحة تساوي المقام عندي اكس زائد الواحد، العدد يولي صفر والاكس يبقى غير اللي وراها، اكس تروح يبقى اللي وراها واحد، يعني تساوي واحد. هكذا أنا خليتهم هكذا، تساوي مشتق البسط اللي هو ناقص واحد، ها، في المقام اللي هو اكس زائد واحد ناقص مشتق المقام اللي هو واحد في البسط اللي هو اربعة ناقص اكس. هاي الخدمة سهلة سهلة، هاي تساوي ماذا؟ تساوي دائما هذاك تحتاني نخلوه كيما راهو ما تمسوش، ها هو ناقص واحد في الاكس ناقص اكس، ناقص واحد في الزائد واحد ناقص واحد، ومن بعد ناقص واحد في الأربعة ناقص أربعة، ناقص واحد في ناقص اكس زائد اكس، عندنا ناقص اكس راحت مع زائد اكس، عندنا ناقص واحد وناقص أربعة، أي اف فتحة لإكس صيبها تساوي ناقص خمسة على اكس زائد واحد مربع. في الدالة التناظرية المشتقة تاعها دائما دائما المقام يكون موجب، ما فيهاش نقاش، المقام تاعها لاحظ معي المقام يكون موجب، اذا اشارة المشتقة من اشارة البسط، كون صبنا هنا زائد خمسة المشتقة اكبر من الصفر، صبنا ناقص خمسة المشتقة اقل من الصفر، هكذا بكل سهولة. لاحظ اذا واش نكتبو، نكتبو نمحو هذا هنا، يا نكتبو لدينا، ها هو لدينا اف فتحة لإكس اقل تماما من صفر
والدالة تبع المشتقة. إذا كانت هذه أكبر من صفر الدالة تكون متناقصة تماما، تكون أقل من صفر الدالة متزايدة تماما. إذن هنا أقل من صفر أقل تماما، ومنه F متناقصة تماما، متناقصة تماما تماما على تحب تدير متناقصة تماما تحبس تحب تكمل على كل من كل من المجالين. واش المجالين عندنا اللي هما من ناقص لا نهاية إلى الناقص واحد، ومن ناقص الواحد إلى زائد لا نهاية، هكذا. حتى ولو قلت الدالة ومنه أف متناقصة تماما، قل على مجال تعريفها سيدي، على مجال تعريفها صحيحة، تذكر هكذا صحيح. الآن تشكيل جدول تغيرات، تشكيل جدول تغيرات، ها هو جدول تغيرات هكذا. هنا ندير قيم إكس، ولا هنا إشارة F فتحة X، ولا هنا تغيرات F دالة هكذا. تبع معي، وهكذا وهكذا. الآن نجو نعمرو الجدول. ها هنا عندنا قيم X، إشارة F فتحة X، وتغيرات F لX. هنا عندنا من ناقص لا نهاية تزايد لا نهاية، القيمة الممنوعة اللي هي ناقص واحد، قيمة ممنوعة لاحظ سواء في الدالة أو سواء في المشتقة، لأن المشتقة ثانية عندنا كون نديرو ناقص واحد تولي صفر، هنا قيمة ممنوعة. واش نديرو كي تكون هكذا؟ دائما دير زوج خطوط تحت القيمة الممنوعة، ها زوج خطوط ها هما تحت القيمة الممنوعة هكذا، حاجة سهلة. قلنا اف فتحة لي اكس متناقصة، هاي متناقصة هاي أقل تماما من صفر. الدالة قلنا تبعها، ها جي تبعها، هاي متناقصة، ها متناقصة، هاي تبعها متناقصة متناقصة. وصبنا في النهاية، صبنا باللي لما اف لإكس تؤول إلى ناقص لا نهاية ولا إلى زائد لا نهاية، صبنا ناقص واحد، يعني ناقص واحد هنا وناقص واحد لهنا. وصبنا لما اف لإكس، لما إكس عفوا تؤول إلى ناقص واحد على اليسار القيم الصغيرة، صبنا ناقص لا نهاية، ولما تؤول إلى ناقص واحد على اليمين صبناها زائد لا نهاية. إذن رانا النهاية تاعنا راهو صحاح 100% إن شاء الله، وجدول التغير تاعنا راهو صحيح، واش كتبنا هنا رانا صحاح. لأنه لماذا ما نقولوش نهبطوا من ناقص واحد زائد لا نهاية؟ مستحيل، نهبطوا من ناقص واحد ناقص لا نهاية، ونهبطوا من زائد لا نهاية ناقص واحد. مثلا كون صدت هنا زائد لا نهاية هنا وهنا ناقص واحد، هل نهبطوا من ناقص واحد زائد لا نهاية؟ ما نقدروش. إذن هنا رانا صحاح. إذن التنقيط على هذا راح يكون بإذن الله كي تكتب المشتقة وتلحق حتى لهنا عندك نقطة، وجدول التغيرات عندك 0.5. ها هو نسيت ما كتبت لكمش هنا جدول التغيرات، جدول التغيرات تغيرات، ها هي الخطوة الثانية أي السؤال الثاني. السؤال الثالث واش قالون؟ بيّن أن المنحنى CF يقبل مماسين T1 و T2 معامل توجيه كل منهما ناقص 5، يطلب تعيين معادلة لكل منهما. هاي كي يقول لك هنا معامل توجيه، غير تسيب كلمة معامل توجيه أعرف اللي هنا كاين مشتقة، هنا راح نستعملوا ماذا؟ المشتقة. قلت لك غير تسيب كلمة معامل توجيه أعرف اللي راح تستعمل ماذا؟ المشتقة. هنا مباشرة واش نجو نديرو؟ لحظة كذا ما يكفينا الورقة. ثالثا السؤال الثالث، ما علينا إلا نديرو اف فتحة لإكس تساوي هذا معامل التوجيه اللي هو ناقص 5. غير يقول لك معامل التوجيه روح جيب المشتقة حطها تساويها. أي واش نقصد بها؟ أي
أي قيمة المشتقة اللي هي صبناها ناقص 5 على إكس زائد الواحد مربع تساوي ناقص 5، تساوي ماذا؟ ناقص 5. هنا كيفاش راح نحسبوا هذه؟ هنا اللغز راه لاحظ انتبه معي، هنا عندنا الخمسة ناقص 5 هذه راهي على 1 هكذا، هنا نضرب بالطرفين ناقص 5 هذه في الواحد والناقص 5 هذه في إكس زائد 1 الكل مربع، يعني ضرب الطرفين صح. خلي لك غير اللي تخليها في ورقة الإجابة، يعني كل ما هو مسودة نمحيه. إذا تولي لنا هذه في هذه تولي لنا ناقص 5 في إكس زائد الواحد الكل مربع يساوي الواحد في الناقص 5 هكذا. لاحظ إذا هذا الواحد لا داعي لكتابته لأنه خلاص يساوي الواحد تساوي الناقص 5 صح. لو جيت وقلت لكم أنا مثلا 2 إكس تساوي 3، يعني إكس تساوي 3 على 2 هكذا راهي صاري لها كشغل. هذه هي الإكس، عفوا هذه هي الإكس وهذه هي الإثنان وهذه هي 3 كشغل. هذا البلوكة إكس، هذا عدد وهذا عدد صح. واش نجو نديرو هنا؟ لاحظ معايا، حيث إكس زائد الواحد الكل مربع تساوي الناقص 5 هذا على الناقص 5، ومنه تساوي ناقص 5 على ناقص 5 1. في الأخير ماذا نتحصل؟ نتحصل على إكس زائد الواحد مربع يساوي الواحد هكذا. هنا درك كيفاش؟ هنا درك نقول لكم مثلا كما قرينا في الدوال، كون تكون عندنا إكس مربع تساوي مثلا 2، إكس مربع تساوي 2. في هذه الحالة عندنا حلين، يا إما إكس تساوي 2 أو الإكس تساوي الناقص 2. نفس الشيء نتعامل مع هذه كما راني نتعامل مع هذه. لاحظ يعني واش نجي ندير هنا؟ ندير إكس، يعني الإكس هي إكس زائد واحد مثلا، إكس زائد الواحد يعني ومنه إكس زائد الواحد تساوي الواحد، ها أي إكس تساوي، ومن بعد واش تولينا؟ إكس تساوي الواحد ناقص الواحد ومنه أي إكس تساوي الصفر، إكس تساوي الصفر، يعني هذا النقطة هي نقطة التماس الأولى، هذه نقطة التماس الأولى نحتاجها، وعندنا كذلك أو إكس زائد الواحد تساوي ناقص الواحد، لاحظ تساوي يا الواحد يا ناقص الواحد، أي ماذا؟ لو هذه جينا ودرناها إكس تساوي، يعني هذا زائد واحد راح ملهي تولي لنا ناقص واحد ناقص واحد، ومنه إكس تولي لنا إكس تساوي ناقص الإثنان، ناقص ماذا؟ الإثنان، أي هذه كذلك نقطة تماس الثانية. قلت لكم في بداية السوجي كي قرينا الموضوع قلت لكم بلي نصيبوا حلين، ها هم ليك، ها هم حلين. علاش؟ غير يقول لك السؤال تي واحد تي اثنين عرف بلي راح تصيب حلين، وكي نرسموهم تشوف كيفاش يترسموا. اذا ماذا نقول؟ يوجد ماذا؟ مماسين لسي اف ميلهما ناقص 5، يوجد لنا مماسين. اذا نحسب معادلة المماسين غير تصيب هذو زوج، قول له يوجد إذن قلنا يوجد مماسين لسي اف ميلهما عطاوه لنا فالنص هو ناقص 5. إذن مادام يوجد مماسين إذن عندنا
معادلتين، عندنا معادلتين، ها؟ إذا ولا قانون تاع حساب معادلة المماس لا تذكروه، هو إجراك يساوي اف فتحة لإكس صفر في إكس ناقص إكس صفر زائد اف لإكس صفر. هذا هو القانون اللي نخدمه به. ها هي هنا عندنا زوج تاع لي إكس صفر، نخدمه بالصفر مع الأول ونخدمه بناقص اثنين، واحد تاع تي واحد وواحد تاع تي اثنين. إذا احنا عندنا هنا تبع غير بالعقل تفهم، عندنا قالوا لنا المماس الأول تي واحد، ها هو تي واحد، تي واحد، ها هو تي واحد. دائما كيما كتبنا دالتا هكا ودرنا هكا إيكراك تساوي كيف كي عطاونا في بلاصة دالتا عطاونا تي واحد، هذا مكان تي واحد نقطتين إيكراك تساوي اف فتحة تي واحد ندو الصفر كيما تحب، تحب تي واحد ديرو ناقص اثنين والآخر صفر، تحب كيما تحب، المهم دير تي واحد اف لي صفر اكس صفر هذه نعوضوها بهذا، هذا مكان اكس ناقص الصفر زائد اف لي صفر، هذه تحفظ، هذه تحفظ. لاحظ معي، روحوا في المسودة نحسبوا هذيك اف فتحة لصفر، اف فتحة لصفر ها تساوي اي المشتقة اللي تشفى صبناها ناقص خمسة على ماذا؟ على اكس عفوا اكس زائد الواحد مربع هكذا. احنا واش نجو نقولوا اف لصفر، يعني نعوض الصفر وين نعوضه؟ نعوضه هنا في مكان الاكس، وين مكان الاكس نعوض الصفر. اذا تبقى لي ناقص خمسة، لاحظ ناقص خمسة وهنا زائد واحد مربع، زائد واحد مربع هو كشغل قلت ناقص خمسة على واحد، اما لا واش تكون لي راح تكون ناقص الخمسة. اذا اف فتحة لصفر تساوي ناقص خمسة. نروح لي اف لصفر الان، اف لصفر ها هو اف لصفر تساوي الدالة واش هي؟ لاحظ وين راهي هذيك الدالة، ها هي اف لصفر، نجي في الدالة وندير وين كاين الاكس ندير صفر، ها هو صفر صفر اف لي صفر صفر صفر، كاين ربعة على واحد، إذا واش تعطيني؟ ربعة تو سامبلومو، ها هي ربعة. إذا واش قلنا؟ اف لي صفر شحال قلنا تساوي؟ أربعة. هذه في المسودة، نجي لورقة الإجابة أي نعوض، ومنه إجراك أي تساوي ماذا؟ تساوي غير لأن هذه هي نفسها تساوي أف فتحة لصفر هي خمسة، هي ناقص خمسة عفوا ناقص خمسة في إكس ناقص الصفر زائد الأربعة، زائد الأربعة تساوي ماذا؟ تساوي ناقص خمسة إكس، ناقص خمسة في الصفر صفر وزائد الأربعة. يعني هذه هي المعادلة تأتي واحد، ها هي إجراك تساوي، يعني ها هي ديروها ماشي بالأحمر ديروها بالأصفر حتى نكونوا المعادلة الأولى، ها هي. ننتقل إلى المعادلة الثانية اللي إكس صفر تاعها هي ناقص اثنان، نفس الطريقة كما هذه، ها هي لاحظ تي اثنان، تي اثنان نقطتين إجراك تساوي اف فتحة لناقص الاثنان في اكس ناقص الصفر عفوا ناقص ناقص الاثنان يعني زائد الاثنان، لان هنا راح تكون عندنا اكس ناقص ناقص الاثنان، هكذا تولي لنا اكس زائد الاثنان كما ترى له. اذا زائد اف لناقص الاثنان. اذا ناتي الى المسوده، ناتي الان نحسب اف فتحه لناقص اثنان، اف فتحه لناقص اثنان كم تساوي؟ لدينا المشتقة قلنا ناقص خمسة على ماذا؟ على اكس زائد الواحد مربع هكذا على اكس. اذا لو جينا وضعنا هنا لاحظ ناقص الاثنان
واش راح تكون لك؟ راح تكون ناقص الخمسة على ناقص اثنان وزائد واحد، يعني تولي ناقص واحد مربع، يعني تولي لك ناقص الخمسة على واحد، يعني ناقص الخمسة. إذا نفس الشيء في هذه، اف لناقص اثنان، اف فتحة لناقص اثنان صبناها ناقص خمسة هكذا. الآن نروح إلى اف، نحسب اف لناقص الاثنان واش تساوي؟ اف لناقص الاثنان، وين راهي الدالة؟ ها هي اف لناقص الاثنان. لاحظ اف لناقص اثنان هنا الداخل، ها هي ناقص اثنان، اي وين كاين الاكس ندير ناقص اثنان، ناقص ناقص اثنان، اربعة ناقص ناقص اثنان، وهنا ناقص اثنان زائد واحد، اربعة ناقص ناقص اثنان، اي تولي لنا اربعة زائد اثنان، والتحت ناقص اثنان وزائد واحد، يعني تولي لنا ناقص واحد، يعني تولي لنا ستة على الناقص الواحد، أي ناقص ستة. إذن اف لناقص اثنان تساوي ماذا؟ تساوي ناقص ستة. نأتي الآن إلى المعادلة تاعي ونعوض، هذه مسودة قلت تساوي، عفوا من ذاك راهو يبلوكي الميكرو، تساوي ناقص خمسة، ناقص خمسة هذه صبناها ناقص خمسة في إكس زائد الاثنان زائد اف لناقص اثنان اللي صبناها ناقص ستة. إذا نديرو ناقص ستة لأنه زائد ناقص، ناقص ستة. ومن بعد واش تولي لي؟ تولي لي تساوي ناقص خمسة في الإكس، تولي لي ناقص خمسة إكس ناقص خمسة في الزائد اثنان، أي ناقص عشرة ناقص ستة. وأخيرا نكتب تي اثنان المعادلة تاعو المماس تساوي ناقص خمسة إكس وناقص عشرة وناقص ستة ناقص ستاش. إذا هذه هي معادلة المماس الثاني، كي تكملها عمك المصحح يعطي لك زوج نقطات، الله يبارك، زوج بالصحة عليك، بصحتكم بصحتكم البكالوريا. السؤال الأخير الرابع، طلبوا منا إنشاء المماسين تي واحد وتي اثنين ورسم المنحنى. كيف باش نخدمونا؟ انتبهوا ورانا رايحين هكذا. أولا نبدأ بالمعلم، نرسم المعلم تاعي، ها هو محور الفواصل وهذا محور التراتيب وهذا محور الفواصل هكذا هكذا وهكذا، يعني هذه إجراك وهذا عفوا ليت نكبر، هذه إكس وهذه إجراك وهذه أو. المبدأ أول حاجة نبدأ بها، بون نعلم ما نازوج كاروات اللي هنا، ندي واحد هو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، واحد اثنان ثلاثة ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة، ناقص الواحد ناقص الاثنان ناقص ثلاثة ناقص الأربعة ناقص الخمسة والناقص الستة، واحد اثنان ثلاثة الأربعة الخمسة. أول حاجة نبدأ بها هي رسم المستقيمات المقاربة العمودي والأفقي، هذه ديها من عندي. أول حاجة تبدأ بها هما هذا، نرسمهم باللون الأخضر حتى يكونوا باينين. عندنا إكس يساوي ناقص واحد وإجراك يساوي ناقص واحد، إجراك ناقص واحد ها هو، يعني وين كاين هنا؟ لاحظ انتبه معايا، وين كاين هنا ناقص واحد؟ ارسم الإجراك في محور الإجراك في محور التراتيب. وين كاين ناقص واحد هنا في محور الفواصل؟ ارسم المستقيم المقارب العمودي ها هو، عفوا
هذه أول حاجة تبدأ بها. هاي يعني هنا عندك إجرك تساوي ناقص واحد، وهنا عندك إكس يساوي ناقص واحد. هذا المستقيم مقارب العمودي، وهذا المستقيم مقارب الأفقي. الآن نجي نرسم المماسين. المماسين انتبه معي كيفاش نرسمه المماسين، انتبه جيدا. روحوا للمسودة. عندنا المماس الأول، المعادلة تاعو قلنا باللي هي تي واحد إجراك تساوي ناقص خمسة إكس زائد الأربعة. ندير جدول، وهنا قيم إكس وهنا قيم إجراك، نعطي قيمتين تكفيني، قيمتين تكفيني. دائما القيمة الأولى دير قيمة نقطة التماس اللي هي في هذا، هي الصفر، نقطة التماس الصفر. الثاني نقطة التماس هي ناقص اثنان في هذا الصفر، عوض الصفر لهنا، عوض عوض الصفر واش تصيب، ها هو الصفر. ناقص خمسة في الصفر واش تبقى لنا، صفر تبقى لنا زائد أربعة، تبقى لنا ماذا، زائد الأربعة. إذا هنا أربعة، أعطي أي نقطة هنا، أي نقطة كانت، اثنان واحد، من الأحسن أعطي أصغر بعد الصفر، أعطي أصغر نقطة. مثلا لو أعطينا ناقص واحد تولينا خمسة زائد أربعة تولي بزاف، تسعة بزاف. أعطي واحد برك، كي نعطي واحد لاحظ كي تعطي قيم تخرج لك كبيرة بزاف في الرسم. بصح كون نمدو واحد تولي ناقص خمسة في الواحد، أي ناقص خمسة، والزائد أربعة تولينا ناقص واحد، حاجة قليلة. إذا عندي إكس لما إكس تساوي الصفر إكراك تساوي أربعة، لما إكس تساوي الواحد إكراك تساوي ناقص واحد. إذا لما إكس تساوي الصفر، هنا الصفر، إكراك تساوي الأربعة، ها هي الأربعة، ها هي الأربعة، واحد اثنان ثلاثة الأربعة، ها هي الأربعة. يعني هذه هي نقطة التماس، ها هي بالأصفر نقطة التماس تأتي واحد. النقطة الثانية باش يساعد باش نرسمه فقط، النقطة الثانية قلنا باش نرسمه، واش ندير؟ أي لما إكس يساوي واحد إكراك يساوي ناقص واحد. يعني لما إكس يساوي الواحد، ها هو الواحد، ها هو حتى يكون باين لك واحد، إكراك يساوي ناقص واحد، يعني هنا ها هي النقطة. واش نجو؟ نجو نرسمو نقطة التماس، نرسموها بالأزرق، معليش بالأزرق، هايا نرسمو المماس تي واحد، ها هو، ها هو تي واحد، صح هذا تي واحد ارسمه، ها هو تكتب له هنا تي واحد، هذا مكان. الان نروحو نرسمو تي اثنان، تي اثنان المماس تي اثنان، المعادلة تاعو هي اجرك تساوي صبنا ناقص خمسة اكس ناقص ستاش. نجو نديرو هنايا الجدول، عندنا اكس قيم اكس قيم اجرك، دائما نبدأ بنقطة التماس تاعو، ناقص الاثنان نبدأ بنقطة التماس، يعني في مكان الإكس نديرو ناقص الاثنان تولينا ناقص خمسة في ناقص الاثنان، أي تولينا عشرة، عشرة ناقص ستاش تولينا ستة، ناقص ستة. ومن بعد نمد قيمة تكون صغيرة باش، لأنه كاين ستاش. لاحظ أنك مديت واحد مثلا تولي لنا ناقص خمسة وناقص ستاش، يعني ناقص خمسة وناقص ستاش راح تكون لك ناقص واحد وعشرين، وراح ترسمها. لكن كون نمدو مثلا لازم يخرج هنا موجب به أم، وهذه تنقص شوية، كي نمدو لهذه عدد سالب، يعني نمدو مثلا ناقص ثلاثة، ناقص ثلاثة يعني تولي لنا ناقص خمسة
في ناقص 3 أيوة واش تعطينا؟ تعطينا زائد 15 زائد 15 والناقص 16 واش تمدلنا؟ ناقص 1. شو دي رقم صغير يجينا ماذا؟ رقم صغير. إذا نروح أنا عندي ناقص 2 وناقص 6. ها الناقص 2 وين راه؟ ها هو الناقص 2، الناقص 2 ها هو، والناقص 6 أي ناقص 1 ناقص 2 3 4 5 6 يعني ها هي النقطة التالية، ها هي نقطة التماس. ها هي النقطة الثانية اللي هي ناقص 3 أي ناقص 1 2 ناقص 3 وناقص 1 يعني ها هي النقطة الثانية. نجي نرسم المماس تاعي بالأزرق كيما خوه، ها هو هكذا، لاحظ أن تي واحد ها و تي اثنين متوازيان، ها لاحظ أنهما متوازيان. الآن ما عليا إلا لاحظ انتبه قبل ما نرسم من الآخر نبين مليح نقاط التماس. عندي هنا 4 وهنا ها هي في هذا المكان هي ناقص 2 وهذا نقاط التماس ناقص 2 والصفر بالنسبة للإكس صفر وبالنسبة لهذه ناقص 2 صح. الآن نجي نرسم المعلم تاعي معي بكل سهولة، من الأحسن هنا أنه يقطع، لاحظ مليح هكذا هكذا. لاحظ نجي لهذا شوف معايا مليح هنا واش ندير؟ نجي للشط النصف الأول لاحظ نجي هكذا لازم يمس أي المنحنى لازم يتوشي هنا، هنا يقترب هذا اللي بالأخضر واش نقول مستقيم مقارب ما لازمش يمسو يقترب هكذا لاحظ يقترب منه كي يجي طالع يقترب منه ومن بعد يجي هابط هكذا راه بالتقريب يمس نقطة الماماس يمسها لازم يمسها ومن بعد يهبط هكذا ويروح هكذا حتى للمستقيم المقارب اللي راه بالأخضر ما يمسوش ممنوع يمسوه هنايا ممنوع هنا رانا كملنا معه ومن بعد هنايا واش يجي يدير هنا لاحظ في الشطر الثاني هنا يجي هكذا من أي يقترب يعني ممنوع يفوت فوق الأخضر هذا يجي هكذا ويجي حتى نقطة الماماس توشيها ومن بعد يهرب على ذاك عفوا هكذا يعني يهرب عليه ويقرب من هذا هكذا يقرب منه هكذا لاحظ هنا لو جينا في هذا النقطة هكذا حتى ترسم يعني الرسم ماهوش واضح جيد لاحظ أننا نقدر نديره بخط رقيق هكذا عفوا هكذا لاحظ يسمى هنا لازم تكون هذه المسافة لاحظ هذه المسافة تكون تساوي هذه لأن هنا راني بعدته هنا يعني لاحظ أني بعدته لازم هذه تكون تساويها ما تكونش بعيدة عليها بزاف هنا يعني هنا لازم ها هي لازم هذه تكون أنا سقمته هنا يا هك دائما باش تحكم روحك دائما دير هذا هو مركز تناظر كما نسمو حنا انتوما ما تقراوش ها هو اذا هكذا رسمنا المنحنى كي تكمل رسم المنحنى وكامل واش طلبوا منك
هنا عندك نقطتين، نقطتين بص حالك. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.